لاخر عليكم البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اليوم نتلاقاو في نوفال فيديو اللي راح نشاركيها معكم اون بتيت سيربريز اللي راح نوجدوها لولادنا. الاولاد تاعي ما كاش هنا في لاكريش، العشيه كيدخلوا يكاو لا بتيت سيربريز تسنى فيهم، راح نركبوا لهم اون بتيت ميزونيت ليهم. كما راكم تشوفوا يعني يا سلام، الحل اليوم هايل 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 هايل، يعطيك نفس جديد، يعطيك يعني كيفاش نقولوا، يعطيك لا موتيفاسيون باش تنوض الحماس، فوالا باش تنوض تخدم تبني يا لالا نبني، اليوم رايحين نبنيو يا خطاي. المهم اليوم راح نبنيو اون بتيت ميزونيت وها نتوما معايا، ما تزطيوش. بون فوالا، اول حاجه درناها ان ريكوبيرينا هكذا ديدال باش نحطوهم لتحتها في الارض، نبوزيو عليهم لا بتيت ميزونيت باسكو جايه اون بوا، على بالكم مع الحال كيعود ناديتو مع الشتا ايتو تقدر لو بوا يقدر يتهرى من الماء. فوالا دوكو ريكوبيرينا هادو، يعني شريناهم اوكازيون، شريناهم جداد. فوالا من عند واحد السيد هنا كيسكن جوست هنايا قريب لينا. بون فوالا ريكوبيرينا لي دال هادو، راح نحطوهم ديا لا باز الاولى تاع لا بتيت ميزونيت هادي. بون فوالا، شوفوا كيما راكم تلاحظوا حطيناهم هكذا اون بخوميي. فوالا شوفوا لا بتيت ميزونيت هذيك حطيناها كامل هنايا بياس باغ بياس. فوالا كيما راكم تلاحظوا هاي ليك حطيناها كامل هنايا في الجاردة. فوالا لي بياس تاعها، بون فوالا اول حاجه درناها، شوف كيما راكم تلاحظوا حطينا اللوحات هادو اللي يعطيونا القياس تاعها. فوالا كيما راكم تلاحظوا القياس تاعها باش نبوزيو لي دال هنا لو كاري هذا، درنا كيما نقولوا ان بتي كاري اللي يعطينا القياس تاع لا بتيت ميزونيت هكذا باش نقدروا نحطوا لي دال على حسابها، وابخي نبداو نركبوا فيها. نحطوا بيان سور الساس تاعها وابخي نبداو نركبوا فيها. شوفوا البنات كي درناهم، قعدنا ان اسباس صغير هكذا، ما لقينا كيش ما لقيناش ايش نديروا له، يعني ما نقدروش نقسموها على جوج، نقسموها على بالنا راح نفسدوها ايتو. دوكو كيفاش درنا، زدنا اون دال هنا كامله، هذا هو الحل اللي لقيناه، نزيدو اون دال كامله هنا ونحطو لا بتيت ميزونيت. ميم لو كان ديباسي شويه سي با غراف، نحط دي بتي بو دو فلور ولا في الكوتي هايا. فوالا هذا هو الحل اللي لقيناه، بلا ما نكسرو ونديرو ونجيبو يعني لو ميزور. وهادو لي كوتي هادو اللي قعدو لنا هنايا هادو نسيو نحطو لهم دي بتي دال ولا نديرو لهم دي بو دو بوا ولا، المهم باش كيف نقولو باش نغلقوهم. فوالا دوكو زيدنا هكذا هادو الربعه زيدناهم، راح شوفوا اللوحه هذيك د الفوق، هذاك هو الميزور يعني اكزاكت، مي حنا ديباسينا شويه سي با غاف، يعني تبقى كافكار غير باش ما نكسروش وما نزيدوش، يعني ما نزيدوش الطرافاي علينا. فوالا وهانتوما معنا يا لالا. اول حاجه حطيناها هي هذه، هي هذا هو لا بلاتفورم يعني الارضيه تاع لا بتيت ميزونيت هذه، بدينا نحطو فيها. فوالا فوالا هذه لا دوزيام. Oh, tu mets des
فوالا شوفوا البلاصه هذه ديك قعدت لنا زايده، يعني باش نيفيتيو نكسرو ويتو تجي خارجه على روحها شويه هنا. وهنا بعد كيما قلت لكم نحط دي بلونت ولا، ومليح هنا البلاصه هذه ما كتضربش فيها الشيلي بزاف، نقدر نحط دي فلوغ ايتو وما محتاجاش يعني باش نسقيهم بزاف. مهم راح نحط لهم دي بو دو فلوغ هنايا في الكوتي. هذا هو الساس، سي بون بنينا الساس يا لوبنات. فوالا هذا هو الساس تاع فوالا غوكوكو البنات. المهم كيما راكم تشوفوا فيا جيت نريح شويه قبل ما يبدا الشغل المليح. انا كنت حاسبه باللي سي جوست نحطوهم هكذا وخلاص، يعني ما نحطوهم هكذا ابخي نبداو نمونطيو لي كوا لي بياس فوالا لي بياس لي زوتر بياس تاع لا بتيت ميزونيت. مي دوكو نو لازمنا احنا دوكا حكمنا لهم كيما نقولوا ميزوريناهم، حكمنا لهم العبار كيما كي نقولوا كيفاش ابخي دوك نعاودو نحيوهم شي هذا كامل. دوك نعاودو نحيو غير لي بياس هادو اون بوا لي من الفوق، نحيوهم نقلبوهم ونفيسيوهم بدي فيس. انا قلت سي بون ساي سي فيت فايد دوك نبداو نركبو اتاري هالشغل المليح مازال يا اختي. الشغل المليح مازال يا لالا مازال مطول. المهم على كل حال الشغل المليح يحب الخدمه سي با غاف. المهم تكملت كيبان ان شاء الله قبل العشيه جيسبر بيان قبل نروحو نجيبوهم تكون واجده سينون سي با غام، يعني ما راحينش يفهموا بزاف لو كانت تكون مازالت ما طلعت، ما راحينش يفهموا بزاف واش كاين. سي ما قدرناش نكملوها اليوم باسكو عندنا بزاف شغالات، الحجر الصحي راح يبدا عندنا السمانه الجايه، دوكو عندنا بزاف شغالات نديروهم. لو ما يخدمش اليوم لازمنا نخرجوا نو حنخرجوا وحدي اليوم فاصون، لازمني نخرج عندي بزاف حوايج يتقضاو. المهم وهانتوما معايا خليكم معايا ما تزابيوش. كيما راكم تلاحظوا جبنا هنا لا بيرسوز وراحين نحطوهم في الارض ونبداو نفيسيو وهانتوما معانا. حاجه درناها حطينا لي فيس هادو هنايا الاول، ابخي نجيبو لا دوزيام بياس ويكمل جوست فيسيهم. دخلنا برك لي فيس باش ما يجيوناش ما يكلكوناش فوالا. حطهم هكذا دوك يجيب لا دوزيام بياس فوالا. جبنا لا دوزيام بياس وجوست فيسيهم باش يحكمهم مع بعض فوالا. شوفوا البنات عودنا الخدمة كامل ونفيت غلطنا لازم كيما نقولوا كي حطينا لي دال هادو الجهة دي منا والجهة دي من هنا، كاين جهة طويلة وجهة قصيرة. كي تجيو تبلاصيوهم تقلبوهم سي با باغي، ما تشوفوش لهن كيما هادي كي تقلبوهم لازم كيوم قبل لا تفيسيوهم شوفوا تخي بيان لو كوتي باش ما تيفيتيو عليكم تعاودوا الخدمة. شوفوا تخي بيان لي كوتي، حنا الاول كان الكوتي هذا من هنا وهذاك منا، مي على فان لقيناها بلي نو سي لانفيرس. المهم كي تجيو تركبوهم لازم كيوم تعرفوا لي كوتي فوالا.
الاولى هاي اللي هي اللي ركبناها الفصاد الاولى، راح نزيدو الثانيه. دونك هنا هادي الدوزيام سي بون لا جو فيسي ان با داكور جو كومونس بار ان با. بون فوالا شوفو بدات الدار تطلع يا لالا بدات تبان سخانه شويه نهدتنا راني بدات تبان. خليكم معايا تبان هانا البنات. هاي لا بتيت ميزونيت او لا كابان اللي درنا لهم كملناها فوالا بعد عناء طويل يعني صدقوني قريب كملناها بزاو دماغ غير باش نكملوها دوكو ما كملناهاش نهار هذاك حتى كملناها غدي من داك. شوفوا كيما راكم تلاحظوا هذه هي الريزلت فينال جات ولا اروع. لقينا فيها دي بتي ديفو مي حاولنا يعني ريكتيفيوهم جات ولا اروع. ما ديروش على الخرده هذيك للداخل باسكو كيما البارح واحد الريح واحد البرد يعني دوكا يعني واش نقول كيما تقول رانا في جونفي ولا في ديسمبر برد الحال برد البرد تاع الثلج برد 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 الحال تكون يعني واحد البرد جوكو دخلنا حنا خفنا تصب الشتا كانوا قعدوا لنا هكذا شي لويحات هكذا كما راكم تلاحظوا لهيها قعدوا لنا هنايا جوكو دخلنا كلش لاتم وما من الباب كما راكم تلاحظوا الباب ما حطيناها شي لداخل. استنى نوري لكم الداخل كيفاش جايه. فوالا دخلنا لهم الحوايج ديالهم ماشي حوايج لي جويتاهم حطيناهم كامل هنا يعني كبيره. شوفوا كي جايه هنا من داخل فوالا هادي هادي في الارض هادي هي الباب ما حبيناش نحطو لهم الباب علاش خافنا اونكاو يعني ما نكونوش معاهم ولا خافنا يغلقوا على صبيعاتهم باسكو يعني ديجا صرات لي على كل حال و قال لك اذا ما شفت ابو داود زيد عاود فوالا عليها ما ركبنا لهمش الباب خليناها بوغ المومون بوغ ابخي بالك نركبوها مي بوغ المومون ما ركبينهاش باسكو نخليوهم يلعبوا خافنا يعني على صبيعاتهم. اي فوالا يعني فرحوا بها فرحوا بها صدقوني ما كملناهاش لو جوغ ميم باسكو ما كفاناش الحال يعني كانوا عندنا بزاف شغالات دوكو كملناها غدي من داك. هذه هي الريزلتا فينال ديالها صدقوني عجبتهم بالبزاف فرحوا بها دايوغ نهار كامل وهما هنا يلعبوا سي جوست يعني البارح واليوم ما خرجوش ليها علاش قلت لكم واحد البرد كلشي يعني الثلج يصب عندنا هنا. بون فوالا هذه هي الريزلتا فينال عطيوني رايكم في لي كومونتير وحبيت نقول لكم اوسي بلي حبينا نصبغوها لهم عطيوني رايكم لي كولور حنا حبينا نديرو لهم لو اورانج والجون نميلونجيو بين لي دو كولور هادو عطيوني رايكم حبينا نصبغها ونشاركو يعني معاهم النشاط هذا نصبغوها لهم يعاونونا هما في الصبيغه تاعهم تاعها عفوا عطيوني رايكم لي كولور اللي نقدر ندير فيها ولا دي زيدي اللي نقدر يعني نديرهم فيها خليولي رايكم في لي كومونتير
بون فوالا فوالا. وإلا عجبتكم لا فيديو تاعنا تاع اليوم نيزيتي با تخليو لي دي لايك دي لايك دي لايك دي لايك وتبارطاجيو لا فيديو تاعي مع حبيباتكم. والآن مبقى لي غير نقولكم تهلاو في روحكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله. بسلام عليكم، باي باي.